السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتعلم طريقة تصليح البي ام اس أو البطارية مالت اللابتوب، طريقة فحصها والعطل موجود وين؟ موجود بالبي ام اس، لو موجود بداخل الخلايا اللي بداخل هاي الحاملة الحاوية مال البطاريات. فالكل عنده بطاريات لابتوب واغلبيتنا دائما تتعطل هاي البطاريات، فاحنا نريد نعرف السبب، العطل منين يصير؟ العطل بالخلايا اللي موجوده بالداخل بخزن الطاقه، خزين الطاقه البنك، لو بداخل البي ام اس هذا اللي موجود، العطل هنا لو هنا، البي ام اس محترق لو الخلايا هي اللي ضعفت ولازم نستبدلها. فاحنا اليوم راح نفحص البي ام اس اللي موجود هنا، طريقه فحصه، الطريقه الصحيحه اللي نفحص بها. تابعوا وياي خطوة بخطوة، لا تنسون الاشتراك بالقناة واعجاب واي سؤال بالتعليقات، وتابعوا وياي وان شاء الله راح تستفادون من هذا الفيديو. البطاريات هذين الاثنين عندنا نوعيتين، هي موجوده كلها نفس البطاريات، هاي البطاريه تقدر انت تفتحها باي طريقه، تفتحها اما تفتحها تسليط الهواء الحار، بس الهواء الحار مو من الهوت جان، الهواء الحار من الشسوار، لان الهوت جان الحراره مالته جدا عاليه وراح يموه هذا البلاستيك، فتستخدم شسوار، شسوار خفيف، او تستخدم تنار تخلي قليل بس على قد الفتحه، او طريقتك انت اللي حتى اذا انكسر عندك راح تقدر تخليه لاصق او اي شيء وراح تفتح بيه الكفر هذا اللي موجود. فالفتح ماله يكون بشيء بهدوء، تفتح وتزيل الكفر ماله لان انت راح تحتاج ترجع. بعد ما فتحنا الكفر، هذا الكفر اللي موجود هنا، القبق، هاي البطاريات اللي موجوده بداخله، موجوده ب 6 اصابع 6 خلايا ليثيوم موجودات، اثنين باثنين باثنين. ذن الاثنين مربوطات على التوازي، وذني على التوازي، وذني على التوازي، والكل مربوط على التوالي، يعني 3.7 × 10 و3.7 × 10 و3.7 × 10 مربوطات، الناتج هو 11.11%. فاحنا شنو اللي راح نسوي؟ راح نسوي نفحص البي ام اس اولا. اذا فحصنا البي ام اس وتاكدنا انه ما بي شيء، الخلايا اي خليه هي اللي بيها انخفاض، بيها دروب عالي اكثر من المقارنه للجانب، يعني اذا لقينا هاي 3 ذني على 4 4 اذن الدروب بالثلاثه، نغير الثلاثه او نعطيها شحن ونعيدها ونشوفها او نستبدلها، يعني الاستبدال ببطاريه ثانيه نقدر ناخذ من عندها خليتين ونركبهن. فاحنا شو نسوي؟ راح نفتح الاسلاك اللي موجوده موصله هنا ونعرف العطل شنو بالبي ام اس او بالخلايا اللي تشوفونها هسه انتم قدامكم. الخلايا الاسلاك الموصله احمر اصفر وبعدها ابيض وبعدها اسود، فدائما الاسود هو البارد السالب، وبعدها يجي السالب الثاني، وبعدها السالب الثالث، وبعدها الموجب. ليش صاير على شكل سالب؟ ما نقول موجب، موجبين ثلاثه وبعدين سالب، لان الشحن هو مال شحن البطاريات يجي عن طريق السالب، يعني اذا وصلنا منها ومنها بين الموجب والموجب الاول هذه اللي موجودات راح نقال نفس الخط تشامبر، هاي ماكو بيناتهم اي قطعة الكترونية موجودة هنا، الخط هو نفسيته جاي من البطارية الموجب طالع على المخرج مال الشحن، لكن اللي يتحكم بالفولتية وتنظيم الفولتية الرفع والانخفاض بها هو السالب، كل الموسفتات اللي موجودة هنا الترانسستورات هي للسالب، الخفض والرفع وتنظيم الفولت عن طريق السوالب اللي موجودة. فهذا يعتبر موجب وهذا يعتبر سالب، سالب الاول والسالب الثاني، جوين الاول وجوين الثاني، فدائما نلقى حرف بي واحد وبي اثنين ذني. فحسب الرتابة اللي موجود هنا، سالب اول سالب، سالب اول سالب ثاني موجب. نفتح الاسلاك اللي موجودة هنا، نفتح الموجب هذا، وحتى لا لقيت الالوان مو نفس الالوان هاي اللي موجودة هنا، فانت البطارية تباع لها بيها حز هنا موجود، هو هذا الموجب، هو هذا جهة الموجب، وعلى ضوء راح تمشي موجب ومنها سالب، العكس ماله يبدي سالب اول سالب ثاني. فاحنا هسه نبدا بالفحص.
الشيء الاول نطلع البطاريات اللي موجوده هنا ونخلصها من البي ام اس هذا من الاسلاك. نفتح كل واسق و الاسلاك نفتحها بالكاويه نزيله واللواسق هاي نرفعها ايضا ومنا كذلك موصله كلها بسولدر بهذا الشكل. طلعت عندنا هسه القطعه هاي قطعه البي ام اس هي اللي تتحكم بالشحن الشحن والتفريغ تشحن البطاريات وتفرغها. طبعا هذا البي ام اس تقدر تخليه تربطه على اي بطاريه خارجيه كفر يسوي بي ام اس خارجي باستخدام المداخل والشحنه يعطيك 12 فولت. بس احنا اللي نحتاجه اللابتوب لان كل شغلنا هو باللابتوب. فالبطاريات هاي اذا راح نطلعها برا او هسه راح نخليها خير شيء لان اول شيء هو عندنا المهم هو البي ام اس. هذا يكون شكل بوردة البي ام اس هذا الشكل ماله هاي البورد الموجب والسالب هذا الاسود اللي هنا هذا هو السالب اللي هو بي واحد وهذا بي اثنين يعني الفاصل الاول وهذا الفاصل الثاني اللي بين البطاريات اللي موجود به هنا موجود هذا عندنا الايسيات اللي يتحكمون بالشحن ذني نسبة الفولت وهذا عقل احتياج الشحن هذا اللي ينطي الإشارة يشحن وهذني اللي يصير عليه الحمل دائما تلقاهم بين حرارة قليلة موجودة وهذا العقل اللي عند قريت اللي هو مال نسبة الشحن والتفريغ نريد ينطي الشحن ينطي إشعار بأنه يشحن. فالفتحات اللي تشوفونها اللي موجودة هنا هاي الفتحات هذا الموجب وهذا السالب مقابلة يكون السالب هنا ويكون الموجب هنا بما انه هذا السالب فيكون الفتحة السالب هاي الاولى والفتحة الثانية هي السالب ايضا الموجب بهذا الاتجاه فتكون فتحة الموجب هنا الاولى والثانية هي للموجب للشحن والتفريغ فتحتين هي القوة الامبير حتى ما يصير هرش بالموصلات فينطون فتحتين. اللي نسوي احنا هسه راح نوصل نسوي بهذا الشكل اسلاك اثنين بهذا الشكل نوصل على السالب الاول على هذا السالب نوصل ونوصل موجب على هذا حتى نعطيه كهرباء نعطي البورد هذا البي ام اس نعطيه كهرباء ونفحصه هو يشتغل ولا لا بدون بطاريات لان احنا اذا عندنا عطل بالبطاريات ما راح نعرف البي ام اس فنفحص البي ام اس وهو خارجي وهو برا. التوصيل على بوردة البي ام اس مال اللابتوب بهذا الشكل وهي مجرد موصلات هاي هنا اثنين موصلات لا زيد ولا اقل بس موصلات ان فيها شي اثنين مقابس وصلناها الموجب على الموجب والسالب على السالب وراح نعطي هنا نعطي 12 فولت 12 تحب تعطيها من بطاريه او تعطيها من باور سبلاي او من بطاريه ثانيه المهم هو انت تغذيه ب 12 على مود تعرف انه المخارج الموجب والسالب قاعد ينطن اشاره الشحن له لا. قبل لا نركب الكهرباء راح نضيف مصباح المصباح هذا هو 12 فولت 4 واط الركبه على الموجب والسالب مال البي ام اس هنا الركبه بهذا الشكل ربط خفيف بس مجرد لفحص الاطراف ونربط هذا هنا بهذا الشكل. هسه ربطنا المصباح على الاطراف البي ام اس ال 12 فولت الرئيسيات اللي راح نسوي عندنا هذا بطارية هاي 12 فولت راح نركب عليها البي ام اس والشرط الاول هو لازم يصير عندنا وميض بالمصباح وميض الاطراف تعطي كهرباء تقطع وتشغل ليش؟ لان اول شيء هو نبض سريع واذا ماكو بطارية راح يطفي واذا اكو بطارية راح يستمر بالشحن فدائما من ينطي كهرباء وماكو بطارية يطفي البي ام اس يطفي ارسال الفولت للبطارية فنعرفها هي تشتغل ولا يظل يومض المصباح. فاحنا هسه راح نركب الموجب على الموجب اللي وصلنا والسالب على السالب بهذا الشكل نوصلها اشتغل المصباح وطفى. هسه راح نشوفه بدا بالوميض المصباح يعني البي ام اس تشتغل الاطراف الخطين ماله الموجب والسالب يشتغلون ما بين شيء قاعد يشتغل. هسه نريد نفحص
الخطين مال البي واحد والبي اثنين ذني ذني نخلي لهم بطارية. إذا ركبنا بطارية وهو قاعد يومض وماشط وطفها رأسا، يعني الخطين ذني شغالات. لازم أول ما نخلي بطارية يطفى عندنا المصباح، باعتبار أن البطارية موجودة والباقيات ما موجودات، فيفصل الكهرباء نهائيا بدون أميض. هسه راح نجيب بطارية ليثيوم من أي بطارية عادية ونركبها على الخط البي واحد والبي اثنين بنفس الاتجاه اللي كانت مركبة به بداخل الكفر، يعني هذا السالب الأول البي واحد ومنه راح يكون على رأس البطارية الموجب ونركبه بهذا الشكل، راح يطفى عندنا المصباح. إذن الدائرة هاي متكاملة ما بيها شيء اللي ركبنا عليها البطارية، خط بي واحد وبي اثنين ما راح يشتغل إلا نفصل منه نفصل ونرجع نشغله، نركب الموصل ماله الفولتين. بدأ يومض بأن نقص بطارية، الأطراف شغالة بقى عندنا بس دني. انتبهوا أخوان شلون ركبت المصباح على الأطراف الـ 12 وهنا خليت بطارية ثانية على مود افحص الخطين ذني يشتغل لو لا، بهذا الشكل فيطفى القلوب ما راح يوصل كهرباء، بهذا الشكل طفى طفى لان قال اكو نقص بالدائرة والمواصلات شغالة، هذا يشتغل خط وهذا يشتغل بالدلالة انه فصلنا الاطراف والاطراف شغالة بالمصباح. فهاي الطريقة هي الطريقة الصحيحة اللي نفحص بها البي ام اس مال اللابتوب. النوع هذا هو نوع يشتغل يشحن ويفرغ من نفس الأطراف، هذا النوع. واكو نوع ثاني يشغل ويطفي من الأربعة والخمسة، يكون تشغيل وتطفيه، بس هذا النوع التفريغ والشحن تشارج والدروب هو يكون من نفس المكان اللي موجود هنا بهذا الشكل. فهذا هسه عرفنا أنه البي ام اس هذا يشتغل وما بيشي، والحمد لله توصلنا إلى طريقته وان شاء الله وصلت الفكرة لكم شلون تفحصون البي ام اس، هاي النوعية من البي ام اس او غيرها. نفس الطريقة كلها نفس الاسلاك، تغذي تحط مصباح على الاطراف وتشكل بطارية على المنتصف البي واحد والبي اثنين وتشوف اذا يشتغلون عندك اسلاك التفريغ والشحن المكان ذن مقطوعات ولا. بهذا الشكل تعرفنا على فحص البي ام اس اللي موجود. اما البطاريات هاي هي انك تفحصن مجموعة تفحص المجموعة الاولى ايش قد بها شحن والمجموعة الثانية ايش قد والمجموعة الثالثة ايش قد. اما شحن الخلايا اللي موجودات بداخل بطارية اللابتوب نبدأ فحصن قطعة، القطعة هاي الاولى اللي تتألف من اثنين نخلي عليها الاوفوميتر 4.10 يعني قوية فولتيتها، القطعة الثانية ايضا ما بها شيء، وهاي القطعة الثالثة نفحصها ايضا ما بها شيء. فهذين البطاريات ما بنشيل لان انا مخليهن بطاريات نوعية جيدة، بس اذا لقينا واحدة من البطاريات واصلة 3 أو 2.5 فنغيرها لان هي اختلفت عن الباقيات بسبب انه صار بها اما صارت بها حماوة عالية وانخفضت قدرتها ونسبتها او تلف صار بالملف اللي بداخلها، فنغيرها احسن شيء وترجع قوة البطاريات نفسها. التنويه الاخير اللي اقول لكم عليه هو انه هذا البي ام اس تقدر انت تخليه تربطه على اي بي ام اس عادي باعتباره بي ام اس عادي خارجي، يعني تربطه على اي خلية مثلا اذا تريد تفتح البطارية، هاي البطارية تفتحها وتضيف بالداخل البطارية هذه مال اللابتوب اذا عندك هواي وتربط وتطلع اثنين مخارج تربطن على الموجب والسالب، تقدر تستخدمها للألعاب، تقدر تستخدمها للإنارة، وتقدر تستخدمها للمراوح الشحن. والشحن ماله جدا منتظم والفصل ماله منتظم ويحافظ على البطاريات لسنين طويلة. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الشرح وأرجو الفائدة إن شاء الله للجميع. أي سؤال بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.